السلام عليكم. في العصر اللي كان فيه أباطرة الرومان كيوضعوا الخارجين على القانون أمام الأسود والوحوش، قدم واحد الإمبراطور منهم واحد المشهد فريد من نوعه، مع عمر ساحة المصارعة مع الوحوش مشهدات بحال هاد المشهد. هاد الإمبراطور كان غضب من واحد الصانع باع الزوجة ديالو مجوهرات مغشوشة، وقرر أنه يجعل من هاد الصانع عبر لكل صانع أو تاجر غير شريف، وأمر الجنود ديالو باش يجيبوا هاد الصانع ويلقيو به في ساحة المصارعة مع الوحوش. وملي دخلوا لساحة المصارعة كان السيد شبه ميت من كثرة الخوف والرعب اللي كان قدامه. كان قدامه صندوق مملوء بالوحوش المفترسة، وفي هاد اللحظة اشتدت الإثارة في نفوس المتفرجين، وهما كيشوفوا الصانع كيصرخ وكينتظروا شنو غيوقع. وفي هاد اللحظة فتحوا الحراس واحد الصندوق، خرجت منه واحد الدجاجة كتجري وهي مخلوعة. هنا كلشي تصدم من اللي سمعوا الرسالة ديال المنادي واللي كيقول فيها هاد الصانع ارتكب الغش والخداع وعاقبناه بنفس الطريقة. وفي هاد اللحظة طاح الصانع في الأرض وفقد الوعي، وهزوه الحراس للمنزل ديالو وهو بين الحياة والموت. والإشارة هاد الصانع هو الوحيد اللي غادر ساحة المصارعة مع الوحوش بين الحياة والموت.